تصدرت الجلسة الخاصة المنعقدة في مجلس الأمة اليوم للنظر في طرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيتان رشيدي. تصدرت اهتمام المغردين على موقع تويتر، حيث تصدرت هاشتاغات عدة قائمة الترند كان أبرزها مجلس الأمة وطرح الثقة. تفاعل المغردون تحتها متداولين خبر تجديد مجلس الأمة الثقة مجددا بالوزيرين، كما تداولوا تغريدات احتوت على نتائج التصويت بالأسماء لكلا الوزيرين على حدة، متداولين أيضا مفاد البرقية المرسلة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه إلى السمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي أشاد من خلالها سموه حفظه الله ورعاه بالممارسة المهنية والسليمة التي سادت جلسة الاستجوابات والجلسة الخاصة لمجلس الأمة للتصويت على طلبي طرح الثقة، متداولين تهنئته بتجديد الثقة التي نالها الوزيرين، متمنيا التوفيق للجميع لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته. المغردون تداولوا لقطات من الجلسة الخاصة إضافة لصور الوزيرين بعد قرار تجديد ثقة المجلس بهما.